صحابي بيعرفوا كل حاجة وأنا مش عارفة، فهو ده اللي خلاني أحب التعليم. أنا ما دخلتش مدرسة عامة، أنا بقالي حوالي 3 أشهر وفي تغيير برضه. أنا اسمي رعوز جميل، شغالة هنا من 9 سنين، بنعلم الستات الكبار والبنات اللي هم خرجوا من المدارس. مفيش هنا مدرسة ثانوية، فبيضطروا ينزلوها تحت هنا إعدادي، لغاية إعدادي بس في المنطقة. وممكن في ابتدائي في ناس ما بتقدرش على المصاريف، فبالتالي بتقول لك أنا بقعد بنتي من المدرسة أو ابني من المدرسة يشتغل. هو المفروض 30 بيجوا، واحنا بنطمع قوي ان بيبقى اكتر واكتر. وبالفعل في ناس بالفعل بنروح لها عشان تيجي تتعلم وكده، فبتيجي بحيث ان هم لما بيجي يتعلموا بيعرفوا يحسبوا البضاعه اللي هم بيبيعوها. يعني في بضاعه بجد بتيجي يبيعوها ما كانوش يعرفوا دي بكام ودي بكام، لما جم هنا وتعلموا عرفوا ده بكام، 4 × 5 بكام. طب انا ببيع 6 كيلو، ال6 كيلو دول في 50 جنيه بكام، في 40 جنيه بكام. فبالتالي التعليم ساعدهم ان هم برضو يعرفوا ياخدوا ويدوا ويبيعوا ويشتغلوا ويساعدوا ازواجهم في العمل ده. المشروع ده ليه اهمية كبيرة، وتعليمهم ده بيفيدهم مع اولادهم في البيت، بيذاكروا لهم. فيعني انا وبعلمها وهي بتشكرني، انا بحس يعني بحس بشعور جميل جدا.